السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احييكم على الهواء مباشره وارحب بكم في حلقه جديده من برنامج بلا حدود. يتصدر الحديث عن الخطاب السياسي الاسلامي كافه مراكز الدراسات والابحاث ومراكز صناعه القرار ووسائل الاعلام في انحاء العالم. ولكن كل ولكن كل طرف يتناول الموضوع من وجهه نظره. في نفس الوقت يعيش المسلمون حاله من التشوش والضبابيه وعدم الوضوح بعدما انفصلوا عقودا طويله وربما قرونا عن الخطاب السياسي الشرعي المنزل. وفي هذه الحلقه نحاول الوقوف على كثير من معالم الشرعيه ومعالم الخطاب السياسي الشرعي الاسلامي ونحاول ازاله جانب من الضبابيه والغموض لنعرف جانبا من الحقيقه وندرك جانبا من جوانب الفهم لعظمه الاسلام وذلك من خلال حوارنا مع احد ابرز الذين كتبوا عن السياسه الشرعيه خلال الفتره الماضيه الدكتور حاكم المطيري الامين العام للحركه السلفيه في الكويت وذلك من خلال كتابه المثير الحريه او الطوفان ولد حاكم عبيسان الحميدي المطيري في الكويت في شهر نوفمبر عام 1964 حصل على الاجازه الجامعيه من كليه الشريعه والدراسات الاسلاميه بجامعه الكويت عام 89 ثم حصل على الماجستير من جامعه ام القرى في مكه المكرمه عام 95 وعلى الدكتوراه من قسم الدراسات الاسلاميه بجامعه برمنغهام في بريطانيا عام 2000 ويعمل الان مدرسا في كليه الشريعه جامعه الكويت، انتخب امينا عاما للحركه السلفيه في الكويت في شهر اكتوبر من العام 2000 لمده ثلاث سنوات، ثم اعيد انتخابه مره ثانيه في شهر اكتوبر من العام 2003. درس اصول الفقه الحنبلي والبلاغه والتفسير وعلوم الحديث على العشرات من العلماء في الكويت والسعوديه وبريطانيا. صدر له حتى الآن 17 كتابا بين مؤلفات وكتب محققة ولمشاهدين الراغبين في المشاركة يمكنهم الاتصال بنا بعد موجز الأنباء ثمانية 8873 أو على الفاكس تسعة أو يكتبوا إلينا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت www.aljazeera.net دكتور مرحبا بك حياكم الله أستاذ أحمد في البدايه ما هو مفهوم الخطاب السياسي الاسلامي؟ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد آه، الخطاب السياسي عموما ممكن ان يعرف باختصار بانه مجموعه القواعد والاسس والمبادئ التي تنظم العلاقه بين الحاكم والمحكوم. وتحدد طبيعة هذه العلاقة وتحدد الأساس الذي بناء عليه يحق لهذا أن يحكم ولا يحق لذاك أن يحكم ومدى صلاحيات السلطة في التدخل في شؤون الأفراد بمعنى الخطاب السياسي هو الذي تستطيع السلطة أي سلطة من خلاله أن تشكل المجتمع في جميع مجالات الحياه دينيا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا وسياسيا بل لعل الواقع السياسي في اي مجتمع ما هو الا انعكاس للخطاب السياسي الذي يسود في هذا المجتمع ويتحكم به خذ مثلا واقع المجتمع الفرنسي قبل الثوره الفرنسيه ثم واقع المجتمع الفرنسي بعد الثوره الفرنسيه هذا التحول الجذري بين الواقعين هو بسبب الاختلاف بين الخطابين السياسيين الخطاب ما قبل الثوره الذي عبر عنه الملك لويس الرابع عشر بقوله انا الدوله فاختزل الشعب والارض والسلطات كلها في شخصه ثم جاء خطاب جديد بعد الثوره رفع شعار حق الشعب وفصل السلطات وحقوق الانسان وحريه الانسان فانعكس هذا الخطاب على واقع المجتمع الفرنسي وتحول تحولا جذريا بل والمجتمع الاوروبي بل ولا زالت اثار هذا الخطاب تؤثر في الواقع السياسي في العالم الى اليوم. لو انتقلنا من خلال هذه الصوره الى العلاقه بين الحاكم والمحكوم في ظل السياسه الشرعيه او في ظل النظام الاسلامي. في الحديث النبوي قال صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور. ما معنى ذلك وهو يحدث الصحابه من يعش منكم؟ معنى ذلك ان الخلاف كان على ابواب نهايه عهد الرسول وعهد الخلفاء. ولهذا جاء في الحديث الاخر أول من يغير سنتي رجل من بني أمية في حديث صحيح فدل ذلك على أن المقصود بسنة وسنة الخلفاء ما نسميه اليوم الخطاب السياسي م. والذي سيتغير الذي سيغيره رجل من بني أمية هو أيضا السياسة الشرعية وهذا ما حدث فعلا لو أردنا أن نبسط المسألة في التمييز ما بين الخطاب السياسي او السياسه الشرعيه في عهد الرسول والخلافه الراشده وفي عهد من بعده ممن بدلوا. اذا نظرنا في تاريخ الدوله الاسلاميه نجد انها مرت بثلاث مراحل رئيسيه. م. المرحله الاولى نستطيع ان نسميها مرحله الخطاب السياسي المنزل. وهنا تجلت مبادئ الخطاب القراني والخطاب النبوي والخطاب الراشدي. وابرز ملامح هذه المرحله حق الامه في اختيار السلطه. فالعلاقه اساسا في الدوله الاسلاميه، بل الدوله الاسلاميه انما قامت على اساس عقد البيعه الذي تم بين النبي صلى الله عليه وسلم والانصار في مكه قبل ان يهاجر الى المدينه. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا من ربه فما طبيعة هذا العقد بين الخلفاء وبين الأمة؟ جميل. النبي صلى الله عليه وسلم بايع الأنصار بيعتين. البيعة الأولى على الإيمان به. أما البيعة الثانية فهي بيعة كما جاء في الحديث بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، هذا ما تحتاجه تحتاج أي دولة، على السمع والطاعة. وأن لا ننازع الأمر أهله. يعني إيه أن لا ننازع الأمر أهله؟ الأمر هنا هو الامر في آية الشورى وامرهم شورى بينهم. يعني عدم منازعة اهل الشورى؟ بل عدم منازعة اصحاب الحق وهم الامة. اكمل لي هذا. عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل كانت إحدى الإشكاليات التي تواجهه كما حدث بينه وبين وفد عامر بن صعصعة قالوا أرأيت إن نصرناك. وآويناك وأظهرك الله على من ناوأك لمن الأمر من بعدك؟ يا سلام قضية مشكلة فقال صلى الله عليه وسلم يعني إشكالية الحكم حتى قبل قيام الدولة قبل قيام الدولة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يبحث وهو في مكة عن من يقيم معه الدولة يعني الآن لا نستغرب الصراع الموجود على السلطة على مدار التاريخ لأنه جزء من التكوين البشري الإنساني بل وجزء من الصراع بل وضرورة شرعية في الإسلام الخلاف لا إقامة الدولة إقامة الدولة التي تتجلى فيها مبادئ الخطاب القرآن السماوي ماذا قال لهم الرسول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء لم يساوم لم يدخل في مساومات مع أنه كان في حاجة النصرة م. فقالوا له لا حاجة لنا بك وبدينك إذا كان الأمر لا يؤول إلينا بعد وفاتك ولا تكون السلطة لنا فليس لنا حاجة أن نقاتل ثم يؤول الأمر إلى الأمة وقبل ذلك عرض هذا الأمر على بني شيبان فقالوا له إنما جئت به مما تكرهه الملوك ما الذي يكرهه الملوك؟ الملوك لا يكرهون أن يكون الإنسان على اليهودية أو النصرانية أو المجوسية وإنما أدركوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد دولة وطاعة حتى يقيم فيها كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط الغاية أصلا من إرسال الرسل وإنزال الكتب أن يتحقق العدل وأن يقوم الناس بالقسط لهذا أدرك النبي صلى الله عليه وسلم إشكالية هذا الموضوع فقال لهم قالوا إنما جئت به مما تكرهه الملوك وإنا قد عاهدنا كسرى على ألا نحدث حدثا ولا نؤوي محدثا فإن شئت أن نمنعك مما يلي مياه العرب فعلنا إذا أردت النصرة وإقامة الدولة على منطقة المنطقة العربية فعلنا فقال صلى الله عليه وسلم ما أسأتم بالرد إذ أفصحتم بالصدق إن هذا الأمر لا يصلح إلا من أحاطه من جميع جوانبه يا سلام. لم يقبل مساومات أو صفقات في موضوع الأمر والحكم والسلطة لما؟ لأن هذا من الدين كما قال تعالى وأمرهم شورى بينهم فقول النبي بعد ذلك في الحديث مع الأنصار بايعهم على أساس أن ينصروه وأن لا ينازعوا المسلمين الأمر بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لما؟ لأن الأمر كما قال تعالى وأمرهم شورى بينهم ف... معنى ذلك أن يعني أول مبدأ جاء به الإسلام وجاء به الرسول صلى الله, صلى الله عليه وسلم هو عدم احتكار السلطة من قبل أي فئة من الناس بل هو شورى بين المسلمين وعدم توريث السلطه ايضا لانه لم يورثها بلا شك بل هذا اجماع الامه نقل الاجماع ابن حزم قال اجمعت الامه على انه لا يدخل الامامه لا يدخل التوريث في الامامه ليست محلا للتوريث وان حق اختيار الحاكم هو حق للامه المسلمه وللشعب المسلم بلا شك هذا هو الخطاب القراني والنبوي كيف تمثل ذلك في عهد الصحابه؟ نجد انه عندما حضرته الوفاة صلى الله عليه وسلم وتحدث الناس في هذا الأمر تركهم يختارون من يشاءون بعد وفاته مع أنهم كانوا في أحوج ما يكونون إلى أن يختار النبي صلى الله عليه وسلم لهم من يقوم مقامه بعد وفاته يعني الإيحاء بتاع المتعلق بعدم اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يخلفه هو تأكيد أيضًا على على حق. مبدأ وأمرهم شورى بينهم م. الأمر لله يضعه حيث يشاء فوالله عز وجل وضعه أين؟ جعله للمسلمين م. فترك الأمر شورى فاجتمع الصحابة مباشرة بعد وفاته وتناقشوا وتحاوروا في حادثة السقيفة و ووصل الامر الى ان انقسم الناس الى قسمين مم. المهاجرين والانصار منا امير ومنكم امير حتى قالوا منا امير ومنكم امير مم. ما معنى منا امير ومنكم امير وردت في روايه الزهري قال قال الانصار نختار رجلا من المهاجرين فاذا مات اخترنا رجلا من الانصار فاذا مات اخترنا رجلا من المهاجرين وهكذا ابدا تداول السلطه التداول كما يقول. السلمي للسلطه مم. حتى لاحظ قال, قال حتى يشفق المهاجري إذا زاغ أن ينقض عليه الأنصاري المراقبة مراقبة من هو في المعارضة لمن هو في السلطة و فكان الأمر واضح بالنسبة للصحابة أن الموضوع ليس حكرا على أحد ولهذا بعد أن تم اختيار أبي بكر وبعد أن قال للصحابة اختاروا أحد هذين الرجلين عمر أو أبا عبيدة فاختار الصحابة أبا بكر فقام وحطب في الناس فقال أيها الناس إني وليت عليكم أي أنتم الذين وليتموني ولست بخيركم ما طبيعة العلاقة أو العقد الذي يقوم بين الحاكم والمحكوم في ظل أن المحكوم هو الوحيد المخول في ظل الخطاب الإسلامي باختيار حاكمه ذكرنا بأن العلاقة هي علاقة تعاقد بين طرفين الأمة هي الأصيل والإمام وكيل عنها ف وهذا لا خلاف فيه ب... حتى بين الفقهاء في مرحلة الخطاب المؤول أي حتى بعد السبعين أو ثلاثة وسبعين هجرية عندما بدأ الخطاب المؤول لم يختلف الفقهاء في هذه الجزئية ولهذا أقرأ نص لأحد علماء الحنابلة الكبار قال في كشاف القناع في فقه الحنابلة وتصرفه أي الإمام على الناس بطريق ال... وكاله لهم فهو وكيل عن المسلمين فله عزل نفسه ولهم عزله اذن لا خلاف بين الفقهاء في ان الامام وكيل ولهذا عندما دخل ابو ادريس الخولاني على معاويه قال السلام عليك ايها الاجير فقال له الناس قل ايها الامير قال بل هو اجير فالقضيه لم تكن مشكله في ان الامام وكيل تختاره الأمة وفق عقد البيعة عن رضا بلا إكراه ليقوم عنها بماذا؟ بما أوجب الله عز وجل على الأمة القيام به، فالخطاب أصلا القرآني موجه إلى الأمة وإنما تحتاج إلى إمام ليسوس هذه الأمة وفق مبادئ هذا الخطاب القرآني يعني الآن تقول يعني حتى تكون الصورة واضحة تقول فتره الـ الـ الخطاب المنزل والخطاب المؤول هل يمكن ان تفرق بين المراحل حتى نستطيع ايضا ان نضع اسقاطاتنا على الفترات هذه مر الخطاب الاسلامي في ثلاث مراحل م. مرحله الخطاب السياسي المنزل وهذا يمتد منذ ان اقام النبي صلى الله عليه وسلم الدوله الاسلاميه في, المد في المدينه إلى وفاة آخر خليفة صحابي تم اختياره عن طريق الشورى. من هو؟ عبد الله بن الزبير. مم. آخر خليفة تم اختياره عن طريق الشورى، ثم بعد ذلك بدأ عهد جديد نسميه عهد الخطاب السياسي المؤول. ما معنى المؤول هنا؟ معنى المؤول أنه يحتج بالنصوص لكن على غير الوجه الذي أراده الشارع. والعلماء لعبوا دورا في هذا؟ بلا شك هذه إشكالية أي خطاب سياسي. أنه يوظِّف كل القدرات وكل المهارات، يوظِّف الدين ورجال الدين، يوظِّف العلم، المعرفة، الثقافة في خدمة ترسيخ مفاهيمه ورؤاه. ولهذا تجد في كل دولة ومجتمع هناك سدنة وأحبار ورهبان في معبد السلطة يدافعون عن خطابها ويبررون ممارساتها ولهذا نجد حتى فرعون عندما قال لقومه: ذروني اقتل موسى اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد، فاحتج بالخوف على الدين، بدا يستخدم قضيه الدين. كذلك الملا من قريش وانطلق الملا منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم ان هذا شيء لشيء يراد. منذ متى الملا يهمهم امر الدين وانما ادركوا بان خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يواجه الا بخطاب ديني. فبلا شك العلماء كان لهم دور، علماء السلطة. سناتي لموضوع علماء السلطة ولكن الفترة الثالثة هذه امتدت فل... من 73 هجرية إلى إلى منذ أن تم اغتصاب السلطة ومصادرة حق الأمة في اختيار الإمام إلى أن سقطت آخر خلافة إسلامية. الجملة دي خطيرة اللي حضرتك قلتها الآن اغتصاب السلطة وسقوط حق الدولة في اختيار الإمام، معنى ذلك أن حق اختيار الحاكم في النظام السياسي الإسلامي معطل منذ سنة 73 هجرية إلى اليوم؟ بلا شك ولهذا قال عمر عندما بلغه وهو في الحج قبل وفاته بسنوات قليلة بلغه أن رجلا قال والله لئن مات عمر لأبايعن لا فلانا فما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فأراد أن يقوم قال إني قائم العشية فمحذرون الناس هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم حقهم سماه ماذا؟ سماه غصب الذين يريدون ان يغصبهم حقهم معنى ذلك ان قضيه الاستبداد السياسي والاستئثار بالسلطه أص... يعني اصبحت ظاهره اساسيه في النظام السياسي الاسلامي بعد مقتل عبد الله بن الزبير في العام 73 هجريه واستمرت قائمه الى اليوم ووجدت إلى من أن العلماء لا،, لا ليس الى اليوم الى ان سقطت الخلافه ثم بدا خطاب جديد الخطاب المبدل دكتور تحدثت عن ثلاث مراحل للخطاب السياسي الاسلامي الخطاب السياسي الاسلامي المنزل وقلت انه بدأ مع قيام الدولة الإسلامية إلى العام تلت أه 73 هجرية بوفاة عبد الله بن الزبير، الخطاب السياسي الاسلامي المؤول والذي بدأ من 73 هجرية إلى سقوط الخلافة العثمانية أه في بداية القرن الميلادي الماضي، وبعد ذلك الخطاب السياسي الاسلامي المبدل. هذا الخطاب نسميه آه خطاب اسلامي مجازا لأنه تم توظيف العلماء والفقهاء من علماء السلطة في إضفاء الشرعية على هذا الخطاب الذي ولد وترعرع في أحضان الإستعمار البريطاني في المنطقة، وجاء كتاب علي عبد الرازق ليعبر عن مضامين هذا الخطاب ونسف موضوع الخلافة التي ترمز الى وحده الامه الاسلاميه ككل نسف موضوع القضاء الشرعي الاسلامي ليتم اقصاء الشريعه الاسلاميه نسف موضوع الجهاد ليؤكد ان الاسلام دين سلام وهذا ما كان يريده الانجليز في العالم العربي انذاك وبعد ما تم تقسيم اسقاط الخلافه وتقسيم العالم العربي الى دويلات طوائف جاء خطاب ديني يرسخ هذا الواقع ويضفي عليه الشرعيه وكان هذا مما يقره الاسلام الان النقطه المهمه الان هي اغتصاب السلطه ومصادره حق الشعب في اختيار حاكمه وهذه سقطت منذ العام 73 هجريه كيف كان اختيار الحاكم في ظل النظام الخلفاء الراشدين انت تحدثت عن اختيار ابو بكر في السقيفه نعم ولكن كيف تم اختيار من بعده وكيف كان حق الأمة أو السلطة في اختيار حاكمها. نعم نجد أنه عندما حضرت أبا بكر الوفاة جاءه الصحابة وقالوا اختر لنا فأبى فلما أصروا عليه وأكثروا عليه جمع جماعة منهم واستشارهم ثم قال لهم أترضون بمن اختاره لكم؟ قالوا نعم. بعد ذلك عهد بالأمر إلى عمر. العهد هنا بمعنى الترشيح ولهذا نص شيخ الاسلام ابن تيميه على هذا وقال ولو فرض ان الصحابه لم يبايعوا عمر بعد وفاه ابي بكر لما اصبح خليفه بمجرد العهد. لا. فالعهد عباره عن ترشيح ان شاء الصحابه ان ياخذوا به اخذوا به والا فالامر لهم. ثم بعد ذلك ايضا جاء عمر وترك الامر شورى بين سته بعدما اصر عليه الصحابه. قالوا اختر لنا. فقال لا توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد ترك هذا الامر ثم بعد الاصرار قال ان شئتم او ان ابيتم ففي السته الذين توفي عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض فتم بعد ذلك اختيار الخليفه عثمان بعدما تنافس هو وعلي وتم حسم هذا الموضوع من خلال الاستفتاء العام هذا الاسلوب في الاختيار هل ينسف قضيه الانظمه الحكم الوراثيه من جذورها بلا شك هذا من الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه واياكم محدثات الامور عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين ولهذا قال عمر في خطبه على الصحابه وهم بمحضر الصحابه جميعا قال لا خلافه الا بالشورى من بايع رجلا دون شورى المسلمين فلا يحل لكم الا ان تقتلوه الى حد القتل الان في مجال الشورى بتكون وبيتم من خلالها اطفاء الشرعيه على تلك الانظمه لا الشورى اصبح لها معنى اخر في الخطاب المؤول الشورى في الخطاب المنزل بمعنى حق الامه في اختيار الامام لكن بعدما اغتصبت السلطه اصبح معنى الشورى مشاوره الامام للامه في ظل في ظل هذا الخطاب السياسي الاسلامي المنزل والذي انتهى من قديم ولم يعد مره اخرى والذي يعتبر هو الصوره الحقيقيه للاسلام وللخطاب السياسي الاسلامي هل يوجد ما يسمى بالمعارضه او بالتعدديه السياسيه مثلا في ظل هذا النظام ام ان الولاء مطلق للحاكم طالما انه تم اختياره من قبل الامه؟ نحن قلنا بان الخطاب المنزل هو الخطاب الاسلامي الذي يجب على الامه ان تعود اليه. نعم. لقول النبي عليكم بسنتي وسنه الخلفاء، سنة الخلفاء في باب الامامه، الخلفاء لا. لم يشرعوا في العبادات، لم يشرعوا في العقائد، لم يشرعوا الا في باب سياسه الامه. فقط. فيجب ان تعود الامه الى الاصول التي اجمع الصحابه عليها ومنها قضيه حق الامه في اختيار السلطه. اما موضوع المعارضه فقد تجلت المعارضه في اوضح صورها في حياه النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياه الصحابه. كيف؟ نجد انه يأتي رأس المنافقين في المدينة عبد الله بن أبي بن سلول ويخطط لإخراج النبي من المدينة وينزل في هذا القرآن يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل يقصد نفسه يريد إخراج النبي فلما بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قيل له ألا نقتل يا رسول الله قال لا لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه بل نحسن صحبته راس المعارضه كما يقولون وفي احد رجع بثلث الجيش ولم يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم وجاء يهودي الى النبي وهو بمحضر الصحابه فقال له يا انتم انكم يا بني عبد المطلب قوم مطل اي لا تؤدون الحقوق لاصحابها فاراد عمر ان يضربه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر لقد كنا الى غير هذا احوج أن تأمره بحسن الطلب وتأمرني بحسن الأداء يا سلام حرية الكلمة وقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالة صاحب الحق له أن يتكلم وأن ينتقد وأن يمارس حقه في إبداء رأيه ونقد السلطة كيف كانت الصورة في عهد الصحابة في عهد الخلفاء نجد أن أهل العراق في عهد عمر جاءوا يشتكون من سعد بن أبي وقاص وكان هو أمير العراق نعم. وخال النبي ومن العشر المبشرين بالجنة وبطل القادسية م. قال حتى اشتكوا في صلاته قالوا لا يحسن أن يصلي م. فعزله عمر استجابة و... لطلبهم لها... رغم كل هذه الصفات التي تذكرها لما لأن عمر نفسه وكيل عنهم ممثل م. لهم فقال هان شيء أن أبدلهم أميراً مكان أمير م. فعزله وعندما حضرة الوفاة قال إني لم أعزله من عجز ولا خيانة أي سعد في نظر عمر لم يكن عاجزا ولا خائنا لم عزله إذن التفسير الوحيد هو نزولا عند رغبة أهل العراق ونأتي إلى عهد عثمان وتتجلى صورة المعارضة بصورة أوضح فأصبحت معارضة سياسية جماعية نعم. منظمة يأتي وفد من مصر بقياداته ويأتي وفد من العراق بقياداته ويحاصر المدينه ولا يجد الخليفه بدا من ان يجلس معهم ومن ان يحاورهم ويوقع وثيقه معهم تنص على كيف ما هي اهم مطالب هذه المعارضه هل كانت مطالبها موحده بين المعارضه التي جاءت من مصر والتي جاءت من نعم نعم يريدون عزل الامراء في الاقاليم يريدون الذين عينهم الخليفة الذي الذين عينهم الخليفة م. يريدون يعني معارضة لسياسات الخليفة وله شخصية معارضة سياسية ولولاة لأمرائه معارضة سياسية م. يريدون عزل الأمراء اختيار الأكفاء من القياديين تقسيم الفيء بالعدل رد المنفي لأن أمراء الأقاليم نفوا بعض الزعماء م. رد المنفي الذين كانوا يعارضون سياساتهم الذين كانوا يعارضون سياساتهم وإعطاء المحروم من الفي لأنهم كانوا يمارسون نوع من الحرمان على من يعارض سياساتهم في الأقاليم فنص على هذا في الوثيقة وجاء علي وكتب الوثيقة بحضور جماعة من الصحابة فقام الخليفة بعد ذلك ماذا قال؟ قال ما رأيت وافدا خيرا من هؤلاء ان قالوا الا حقا وان طلبوا الا حقا المعارضه هنا تحولت من مجرد معارضه فرديه ان واحد بيبدي رايه او امراه تقوم الى عمر تقول له اخطات في كذا يا عمر الى معارضه جماعيه منظمه نعم يعني وفد جاي بمعارضه معنى ذلك ان الاسلام او النظام السياسي الاسلامي يسأل. يسمح بقيام معارضه سياسيه منظمه في داخل اطار هذا النظام بلا شك بل اشد من هذا نجد أن المعارضة في عهد علي تطورت إلى معارضة فكرية سياسية مسلحة الخوارج, الخوارج نعم. إذا كانت المعارضة في عهد معاوية معارضة سياسية ففي عهد علي معارضة فكرية تقصد في عثمان ليس معاوية في عهد عثمان أصبحت في عهد علي معارضة فكرية فخرجت طائفة تحمل أفكار في غاية التطرف كفروا علي كفروا الصحابة جميعا كفروا المجتمع الإسلامي كله فلما سئل عنهم علي اكفار هما هم؟ قال من الكفر فروا. م. امنافقون هم؟ قال ان المنافقين لا يذكرون الله الا قليلا. ثم قال وحدد هنا من ارقى ما توصل له الفكر الانساني بل لم تصل اليه النظم الحديثه. نعم. قال لهم علينا ثلاث الا نبداهم بقتال حق الحياه. م. والا نمنعهم مساجد الله ان يذكروا فيها اسمه. الحريه الدينيه. م. والا نحرمهم من الفيء ما دامت ايديهم مع ايدينا. يا سلام. الحقوق الماليه على الا يسفكوا دما حراما ولا يقطعوا سبيلا ولا يظلموا ذميا. فاشترط لهم وعليهم وحدد العلاقه بينه وبينهم. ولم يتعرض لهم الا بعد ما صار يعني دون تعقيدات ضخمه جدا ولا دساتير كبيره ولا كذا في عبارات وفي جمل بسيطه كانت مفاهيم الاسلام السياسيه الفكريه تحل كثير من العلاقات والمشاكل الشائكه. لان الخطاب القراني لمن تدبره كما قال تعالى الف لام رأى كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور ولهذا الله عز وجل يقول لا اكراه في الدين الدين هنا بمعنى الطاعه هنا حر الحر حريه الاعتقاد اذا ك لا الدين بهذه الايه بمفهومها الشامل يعني الاعتقاد والطاعه و وكل شيء كل شيء فإذا يعني هنا هنا مفهوم الحريه بهذا الشكل بهذه الآية البسيطة تفتحه على مصراعيه في إطار النظام السياسي الإسلامي؟ ولهذا هذا قياس جلي علي رأى بأن الإسلام يقر وجود أهل الكتاب وجود المجوس وجود غير المسلمين في الدولة ويتسع إلى هذا الحد كيف لا يتسع؟ الشرط ده خطير جدا أنه يشترط على الخوارج ألا يظلموا زميا في مقابل أن يكف عن قتالهم او يكونوا في ظل بلا شك نظام الدوله الاسلاميه بلا شك كمعارضه مسموح بوجوده معارضه فكريه سياسيه ايضا يعني لم ينسى في زحمه هذا الصراع حق اهل الذمه في ظل الدوله الاسلاميه بلا شك بلا شك لهم ذمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم اقصد بانه اذا كان الاسلام يقر التعدديه الدينيه فمن باب اولى ان يقر التعدديه الطائفيه او المذهبيه في داخله في داخله اذا كنا نسمح لغير المسلمين ان يمارسوا عقائدهم يعني هؤلاء العلماء الان الذين يصورون كل من يخرج حتى على هؤلاء الحكام القائمين الان في ظل ال ال الخطاب الشرعي الم الم المبدل مبدل. ان يصفوهم بانهم خارجين على الامام والمله وجوز قتالهم لمجرد انهم يبدون رايا معارضا او سجنهم او اعتقالهم كل هذا شيء من الـ من الـ يعني التدمير لمبادئ الاسلام الاساسيه. ولهذا نص شيخ الاسلام على هذا الخلط من الفقهاء. ابن الفقهار. تيميه تقصد. نعم شيخ الاسلام ابن تيميه نص وقال بان الفقهاء خلطوا بين المعارضه وبين البغاه وبين الخوارج وقصدوا نص على هذا قصدوا مشايعه اهواء الملوك. هم. هو نفسه ادرك السر وراء هذا الطرح. الخطير قبل ان اتي انا اتي للمسؤوليه الكبيره اللي تحملها العلماء تفضل احب ك... ان تضيف شيء نعم عمر بن عبد العزيز عندما سئل عن الخوارج وكذلك علي قبله قال ان خرجوا على امام عادل فقاتلوهم م. والا فدعوهم فان لهم مقالا اي اذا خرجوا على امام جائر وظالم والفقهاء نصوا على هذا قالوا بان لا يقاتلون حتى ينظر في امرهم ما الذي يريدون فان كانت لهم مظلمه وجب على الامام ان يزيلها وجب على الامام ان يزيل هذه المظلمه طيب الان اشكال المعارضه تحدثت عنها معارضه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم سمح بها حتى من المنافقين حتى حينما خذلوه ورجعوا بالجيش معارضه في عهد الصحابه تمثلت في معارضه فرديه مثلا او معارضه لمجموعه على حاكم رغم انه كان من الصحابه من العشر المبشرين بالجنه خال للرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك عزله لأن الناس لا تريده لا تريده آه هذا عمر بن الخطاب أيضا المعارضة السياسية وصلت إلى مرحلة مسلحة في عهد عثمان رضي الله عنه وكانت مطالبها مطالب واضحة واستجاب لها عثمان وعقد مع المعارضة وثيقة المعارضة وصلت إلى مرحلة فكرية ومرحلة مسلحة في عهد علي رضي الله عنه وقال كما قلت اشياء لم يصل اليها الفكر الانساني بعد في رقي العلاقه داخل نظام الدوله الاسلاميه بين الحاكم والمحكوم في ظل السماح بالمعارضه هل هناك ايضا سماح في ظل الخطاب السياسي الاسلامي بالتعدديه ام ان ايضا يعني ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد كما يقول معظم الحكام للناس الان بلا شك آه، هذه المبادئ آه، تتجلى فيها قضيه التعدديه في اوضح صورها رأيناها في السقيفة دار الجدل بين المهاجرين والأنصار طائفتين ثم بعد ذلك توافق الطرفان رأيناها في التنافس بين الستة وحدث التصفيات بين الستة حتى انحصر التنافس بين علي وعثمان ثلاثة أيام وحسم بالاستفتاء العام قام عبد الرحمن بن عوف فأخذ يستشير الناس قال حتى دخل على النساء في الخدر وحتى سأل الصغار في الكتاتيب في أمر عثمان وعلي ثم لما أخذ رأي العامة قام وخطب في المسجد وقال يا علي إني نظرت في أمر الناس أمر الناس لاحظ السلطة الإمامة إني م. نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان أحدا فلا تجعل على نفسك سبيلا يا سلام. وكان هذا بمحضر الأنصار والمهاجرين ومحضر قادة الجيش وأمراء القبائل الذين كانوا في المدينة فتم يعني هذا الحق الاساسي حق اختيار الحاكم هو الحق الاول كانه هو الحق الاول في المفهوم السياسي الاسلامي الذي نجح فيه الغرب الان نجاحا كبيرا جدا ونحن تركناه فارتفع شان الاخرين ونزل شاننا نعم بلا شك اكمل قضيه التعدديه عندما وقع الخلاف بين علي ومعاويه نعم اصبح الخلاف ليس فقط بين المهاجرين والانصار او حزبين نعم. بل وصل الى حد علي وشيعته وحزبه من اهل العراق ومعاويه وشيعته وحزبه من اهل الشام نعم. واكثر الامه اعتزلوا الفريقين كيف حسم الخلاف كيف رد الامر الى الامه ورضي الجميع بالتحكيم ولهذا خرج الخوارج على علي قالوا لما رضيت بالتحكيم خلعت نفسك فاجتمع الصحابه الذين لم ي... الذين اعتزلوا الفريقين نعم اجتمعوا في دومه الجندل وتناقشوا على عزل علي ومعاويه والاجتماع من قابل لتحديد من هو الخليفه، فرضي الطرفان باختيار الامه الا انه لم يتوصلوا الى اتفاق ثم تم اغتيال علي رضي الله عنه وبعد ذلك اجمعت الامه، القصد انه عندما وقع خلاف بين حزبين سياسيين علي وشيعته ومعاويه وشيعته لم يجدوا بدا من التحاكم إلى أصحاب الحق إلى الأمة ورضوا بأن يفصل الصحابة في الموضوع لأن الحق لهم في ظل هذا الوضع أصبح هناك استبداد سياسي أصبح هناك تسلط أصبح هناك انفراد بالسلطة صدر حق الأمة في اختيار حاكمها في ظل هذا الوضع ما أثر هذا الاستبداد السياسي على واقع الأمة ليس فقط على واقع الأمة الإسلامية وإنما على واقع أي مجتمع إنساني الاستبداد تحطيم للامم تحطيم لقدرات الافراد في المجتمع مصادره لابسط حقوق الناس ومن ثم يضعف الابداع تتاخر الامه تضيع الحقوق بسبب استبداد الفرد وانظر الى واقع الامه الاسلاميه اليوم في ظل الخطاب المبدل كيف تحولت من أمة وحدها الإسلام وخرجت من الجزيرة العربية لتفتح الأرض كما قال ربعي بن عامر إن الله بعثنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد يقول لي رستم نعم. أي نخرج الناس من عبودية كسرى وقيصر إلى عبودية الله عز وجل وحده ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام هذه الأمة التي حولت مجرى التاريخ حتى قال جوستوف لوبون المؤرخ الفرنسي قال لم يشهد التاريخ او العالم فاتحين ارحم ولا اعدل من العرب انظر كيف آل الامر بهم بسبب الاستبداد الى ان تسلط عليهم العدو الخارجي واصبحوا اليوم بدل ما كانت تخرج الجيوش لتحرر الشعوب من عبوديه كسره وقيصر اصبحت اليوم تنطلق من الجزيره العربيه اكبر حمله استعماريه يشهدها العالم العربي والاسلامي لتحتل افغانستان وتحتل العراق من الجزيره التي هي مهد العرب ومهبط الاسلام ما تفسيرك لهذا من الذي ادى الى هذا الى ان يتحول العرب من مكان او الجزيره العربيه من مكان تنطلق فيه الرحمه الى العالم كله الى مكان يعني تنطلق منه قوات غازيه لتدمير العرب والمسلمين انفسهم. بلا شك نحن نعيش في ظل الخريطه التي فرضتها بريطانيا على المنطقه بعدما قسمتها الى دويلات طوائف عاجزه عن حمايه نفسها وعن حمايه شعوبها بل واصبحت قاعده ينطلق منها العدو. لاحتلال البلدان الاخرى. الحركات الاسلاميه في المنطقه قامت من اجل تغيير هذا الواقع فاذا بها تصبح جزءا منه دائرته كل امراضه ومشاكله منعكسه ايضا عليها في ظل هذا الوضع ايضا ما هو الانعكاسات او ما هي الانعكاسات على الخطاب السياسي الاسلامي للحركات الاسلاميه في ظل انها اصبحت جزءا من امراض النظام السياسي بشكل عام. الحركه الاسلاميه تعيش ازمه خطاب سياسي ومن ثم تعايشت مع الخريطه البريطانيه واصبحت جزء من هذا الواقع الذي فرضه الاستعمار ولم تعد هناك حركات تدفع نحو الخطاب المنزل بكل وضوح وبكل صراحه وانما تعايشت مع الواقع بل وللاسف وللفقهاء دور او رجال الدين الذين هم سَدَنَة في معبد سدنة الأنظمة في معبد السلطة، هذا أمر م. طبيعي لكل نظام، تجد أحبار ورهبان يدافعون عن هذا النظام، وكان لهم دور في توجيه الحركة الإسلامية، بدل أن تكون الحركة الإسلامية هي التي تقود الخطاب، تركت المجال لفقهاء السلطة في كل بلد للأسف ليس في هذا البلد او ذاك فقط، وإنما في كل بلد اسلامي تجد مفتي وعالم يوجه الجماهير او يوجه الناس لما يخدم مصالح الاستبداد، بل وصلنا الى ما يخدم مصالح الاستعمار. مثال بسيط. في قتال الشعب الافغاني للروس. لم يتردد احد من العلماء في اصدار الفتاوى في وجوب الجهاد والقتال مع الشعب الافغاني. ضد الروس م. ثم بعد ذلك عندما جاءت امريكا لتحل محل روسيا تبدل الخطاب ما السبب واصبح الجهاد هناك ارهاب الخطاب الديني ارتبط بالخطاب السياسي واصبحت الانظمه والحكومات توظف الخطاب الديني لمصلحه رؤاها ومواقفها السياسيه وبكل بساطه يصبح الجهاد متى ما ارادت الحكومات أن يكون جهادا أن يكون جهادا تبقى للفتاوى وأن يصبح إرهابا حينما مت... تريد أيضا بالفتاوى بالفتاوى وهناك العلماء الذين يقدمون الدنيا في الدين من أجل منصب أو مغنم وهذا ح... معنى حديث النبي أخوف ما أخاف على أمتي من؟ الأئمة المظلون الأئمة المظلون هنا الأئمة مقصود العلماء؟ يدخل فيها الإمام في السلطة والإمام في الدين مم هؤلاء إذا بل جاء حديث اخر قال لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، ما هي ابرز سنن الاحبار والرهبان؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، هذا حصل للاسف في عالمنا الاسلامي. القاعده التي تقول كما تكون يولى عليكم، اما تؤكد ان هذه الشعوب لا تستحق الا هؤلاء الحكام يذيقوهم الهوان والذله والاستبداد. للاسف هذه حجه تبريريه يحتج بها فقهاء السلطه على الشعوب م. لا أبدا شعوب العالم الآخر ليست الشعوب خرجت في من قديم كما ذكرت قبل قليل وغيرت صحابيا مبشرا بالجنة وخالا للرسول صلى الله عليه وسلم ورفضته واضطر الخليفة أن يقبل هذا نعم. أيضا خرجوا على ولاة وأمراء طلب أو عينهم الخليفة وطلبوا بتبديلهم واضطر أن يقبل هذا نعم. فطالما هذه الشعوب تقبل فلما لا يداس عليها <applause> لا أجبني لأن لا نريد أيضا أن نحمل الحكام والعلماء وحدهم المسؤولية والشعوب تكون براء في الأمر في النهاية الشعوب هي التي تتحرك هي التي تكون معارضة هي التي تكون تعددية سياسية بل النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر قال أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر فالخطاب موجه لكل مسلم لكن تأتي إشكالية أن العامة يثقون بالفقهاء وبالعلماء وهؤلاء قد يوظفون من قبل الحكومات. نعم. تسمح لي نشرك معنا الدكتور غالب القرشي وزير الاوقاف اليمني الاسبق. دكتور غالب. اسفين للتاخر عليك. 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 كيف, كيف تنظر الى الخطاب السياسي الاسلامي وانت يعني علاوة على وجودك في التجمع اليمني للاصلاح ايضا شاركت في السلطه بشكل من الاشكال والان يحمل العلماء والمتعاونون مع الانظمه السياسيه القائمه مسؤوليه اطفاء الشرعيه الاسلاميه والدينيه على تصرفات هؤلاء في الوضع الذي ذكره الدكتور في انها مرحله الخطاب السياسي الاسلامي المبدل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. في البداية أشكركم يا أخ أحمد وقناة الجزيرة الرائدة في إتاحة على إتاحة هذه الفرصة للمشاركة في, في هذا الموضوع الهام خاصة جانب السياسة الشرعية وحضورها في في حياة المسلمين. وأدعو لكم بالنجاح والتوفيق. وقبل أن أجيب عن السؤال المطروح أخي الكريم والسامعين أود أن أبين في البداية أن السياسة الشرعية جزء من التشريع الإسلامي الفريد فهي في الدين ومن الدين وتسقط مقولة لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة تسقط يقينا حينما نعرضها على أصول هذا التشريع من كتاب وسنة وإجماع وقياس وتسقط بيقين أكثر حينما نعرضها على واقع نشأة الدولة الإسلامية الأولى على يد الرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم. ففي القران الكريم نجد ايات الحكم والقضاء والحرب والسلم والعلاقات مع الاخرين والشورى والحريه والمساواه وحقوق الانسان والمال والاقتصاد. وفي السنه النبويه القوليه والعمليه نجد اكثر من ذلك. فما من كتاب من كتب الحديث الا وفيه كتاب او باب تحت عنوان كتاب الاحكام او كتاب الامارة او كتاب السياسة. نعم. اجمعوا لأن السياسة تتحلق منه وتحميه. فان لم تكن كذلك فليس سرعية. وقد كتب العلماء في ذلك كثيرا. ان في كتب الفقه والتفسير وشروح الحديث. مع وجود هذه الاشياء دكتور اسمح لي مع وجود <applause> لا يختلف احد على هذه الاشياء وهناك كتب كثيره تناولت هذه الجوانب المختلفه ولكن هناك انفصال بين هذه الاشياء التي اظهر الدكتور حاكم من بدايه الحلقه انها كانت هي الحاكم الاساسي الذي ارتقى بالدوله الاسلاميه لا حق اختيار الحاكم اسقاط هذا الحق الاساسي الذي قامت الشرعيه او السياسه الشرعيه عليه من البدايه اخي احمد المشكله اليوم هي في الحقيقه ليست في تطبيق فقط وانما ايضا قد انكرت السياسه الشرعيه نظريا. وقد ذكر الاخ الدكتور كتاب علي عبد الرازق الاسلام واصول الحكم الذي قال بان اول ملك في الاسلام هو ابو بكر الصديق وليس هناك خلافه ولا حكم ولا سياسه في الاسلام. فانا اقول هنا بان الكتب التي الفت كثيرا في هذا و واضحه بانها في الاحكام السلطانيه اي عنوان من العناوين بعد هذه المقدمه القصيره عن السياسه اقف معك اخي والسامعين حول حضور السياسه الشرعيه في حياه الناس العمليه انا في رايي اخي ان السياسه الشرعيه تطبيقا ولو غابت الخلافه الراشده لم تغب السياسه الشرعيه والعمل بها ولم تستبدل في عهد الدولة النبوية والخلافة الراشدة ودولة بني أمية ودولة بني العباس والدولة العثمانية حتى ضعفت ضعفا عاما وبدأ بعض خلفائها المتأخرين يستورد بعض القوانين الغربية ظنا منه أن ذلك سيكون علاجا للأمر للأمراض وسبيلا للنهوض أنا أشكرك دكتور لأن احنا لا نريد أن نسترسل في الجوانب التاريخية لأن احنا استعرضناها بشكل كافي كنا نود أن تكون هناك عملية إسقاط اساسيه على الواقع وعمليه نقله الان هل الطاعه للامام في ظل هذا طاعه مطلقه ام ان يخلعوه لا يوجد الان امام بالمعنى الشرعي ولهذا قال عندما سئل الامام احمد رحمه الله تعالى يعني كل هؤلاء العلماء الذين يحاولون يعني تاصيل بعض انظمه الحكم القائمه شيء هذا في شيء من التدريق. لا نتحدث عن من هو الامام الشرعي لأن... انا اتكلم عن الواقع الان وديني اجابه مباشره طيب اذكر لك كلمه احمد لانها تجيب عن المشكله كلها تفضل لما سئل عن حديث من مات وليس في عنقه بيعه مات ميتة جاهليه قال اتدري من ذاك؟ م. ذلك الامام الذي يقول الجميع هذا هو الامام اي اذا اجمع المسلمون على رجل فهو الامام فاذا اختلفوا فهي فتنه يسمونها فتنة تنتظر الأمة حتى تجتمع لكن هناك السلطان القهري صاحب السلطة الذي يفرض سلطته قهرا كيف نتعامل معه هذا موضوع آخر لكن السلطان الشرعي الذي جاءت النصوص به هو الذي كما ذكرنا تجتمع الأمة عليه سواء اجتمعت عليه بالشورى أو أخذها بالقوة ثم رضيت بعد ذلك فهي بالنهاية تنازلت عن حقها في مقاومته فإذا استقر له الأمر فهو الإمام الشافعي محمد سعد من الكويت السلام عليكم وعليكم السلام نشكركم على هذا البرنامج الطيب شكرا لك سؤال مباشر للأخ حامد هل تؤيد الخروج على الحكام هذا اللي أنا أفهم من معنى كلامك وإذا كانت الإجابة نعم أن لا أنا عندي تعقيد ممكن نسمع الإجابة بس تفضل ايش السؤال؟ هل تؤيد الخروج على الحكام؟ يقول انه فهم من كلامك انك تؤيد الخروج على الحكام. انا اتحدث عن حق الامه في اختيار السلطه. موضوع الخروج لم نتطرق اليه اصلا. نعم. وانما نحن نقرر مبدا لمن الحق في اختيار السلطه؟ في اختيار الامام. هذا الحق باجماع الصحابه وهي التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم وسنها الخلفاء الراشدون واجمع الصحابه عليها حتى قال عمر: لا يحل لكم الا ان تقتلوا من يقتصد هذه الخلافه. نحن لا نتحدث الان عن موضوع الخروج ومشروعيه الخروج مع انه خرج الصحابه وخرج من خرج من التابعين على ائمه الجور والقضيه مطروحه في كتب الفقه. تحدثت عن العداله والمساواه في السياسه الشرعيه، ما قيمه وضع العداله والمساواه في السياسه الشرعيه؟ وما مفهوم موضوع العدل والمساواه اصل من اصول الخطاب 小心。啊啊啊啊 ابيض على اسود الا بالتقوى. المساواه موضوع لا اظن في ظل النظام الاسلامي. ذكرنا ان الحريه تبدا من حريه الامام الى حريه الكلمه نقد السلطه ممارسه العمل السياسي تكوين الجماعات السياسيه المعاناة التنافس على السلطه السعي الى الوصول الى السلطه كل هذا يدخل في ضمن الحريه السياسيه. علي عبد العزيز المراني من اليمن يقول لك تجديد الخطاب السياسي الاسلامي ضروره يفرضها الواقع بقوه، ونحن الان نتحدث عن تاريخ هل يمكن لهذا التاريخ ان يتطابق مع هذا الواقع؟ نعم، لانه كل ما نريده اليوم هو باجماع الصحابه كان حقا من حقوق الامه ومن اصول الخطاب المنزل كل ما نريده اليوم حرية الكلمة أمركم مهما لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة ولي الأمر حتى لو أخذ مالك أو ضربك على ظهرك وهذا يستخدمه الإسلام السياسي الموالي للسلطة ما صحة ذلك الحديث؟ حديث وإن أخذ مالك وضرب ظهرك حديث ضعفه الدارقطني من أئمة علماء الحديث في كتابه الإلزامات والتتبع وذكر أن هذا الحديث أصلا مرسل وهذه الزيادة ضعيفة لكن على فرض الصحة نجمع بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى ولا نضرب الأحاديث بعضها ببعض. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل دون ماله فهو شهيد. كيف نجمع بين هذا الحديث وحديث وإن أخذ مالك؟ بل وقال في حديث الزكاة وهو في الصحيحين قال فمن فمن سئلها فليؤدّها فإن سئل أكثر من ذلك فلا يؤدي أي في الزكاة. أه عندي أه عبد اللطيف. راجي كاتب من الولايات المتحده الامريكيه يقول لك: سمعت ان امه الاسلام لا يجوز لها الجهاد في هذا العصر لانه لا امام لها، هل ذلك صحيح؟ لا العلماء نصوا على ان الجهاد يجب على الامه كجهاد الدفع و... ولا يشترط له امام لان المخاطب به الامه بل قال احد علماء الحنابله قبل 140 سنه وهو حفيد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب عبد الرحمن بن حسن قال من قال انه لا جهاد الا بامام ذلك من الفريه بالدين في الدين والعدول عن سبيل المؤمنين والادله على بطلان هذا القول اكثر واشهر من ان تذكر انه لا بالجهاد لا انه لا جهاد الا بامام اي لا يكون الامام اماما اصلا إلا إذا قاد الأمة هاد وحماها وحمى البيضة يكون بذلك إماما في ظل عدم وجود إمام في دول مثل العراق أو أفغانستان أو غيرها ما شكل هذا بإجماع الفقهاء أن الأمة إذا دهمها العدو واحتل أرضها وجب على الجميع فرض عين لا تستأذن المرأة الزوج دع عنك الإمام المرأة لا تستأذن الزوج العبد لا يستأذن السيد الابن لا يستأذن الوالد وإنما ينفر الجميع لدفع العدو إذا احتل أرض الإسلام، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس أوجب بعد الإيمان بالله من دفع العدو الكافر عن أرض الإسلام. فلا يشترط له أي شرط كما نص شيخ الإسلام. بندر حمزة من السعودية، تفضل يا أخ بندر. السلام عليكم. وعليكم السلام. أه بالنسبة للموضوع المطرح في البرنامج. وكيف أساس الامه وأقام الدوله. فنحن بحاجه الى التجديد بهذا المفهوم، اما التجديد بالالتقاط من الشرق او الغرب مفاهيم دخيله مع انه لدينا البديل بل البديل الارقى. فبلا شك هذا لا يدخل في باب التجديد وانما هذا يدخل في باب الهزيمه الفكريه. معنى ذلك ان قضيه الانتخابات كما اشرت هي قضيه مشروعه. مشروعه ومورست، الاستفتاء العام مورس. والترجيح بالصوت الواحد مورس، وإعادة الشورى كما قال عمر، فإن تساوت الأصوات فأعيدوا الشورى. أيضا هذا مشروع. قضية الاستفتاء ديت حتى تكون صورتها واضحة، هل استفتاء بأن يفرض أحدٌ نفسه على الناس ويقول استفتوا هل تقبلوني أم لا؟ لا قطعاً. ما هو لا. مفهوم الاستفتاء الذي تقصده من الناحية الشرعية؟ الاستفتاء كان هناك تنافس بين علي وعثمان. يعني الاستفتاء هو في تنافس يعني انتخابات أيضاً. بلا شك. لكن من الذي حسم الموقف؟ هم الناس. إني نظرت في أمر الناس. أبو الحسن الأنصاري من الكويت، تفضل السلام عليكم ورحمة, و... ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام, السلام الله. ورحمة الله. أخي الفاضل أنا عندي طبعاً نقاط أريد أن أعقب عليها على الدكتور حاكم بارك الله فيه فقد أحسن في نقاط كثيرة وإنما هناك أمر يجب أن يعلم. ما هو باختصار؟ وهو بقضية الأمر، الأمر ليس. بشكل اساسي في هذا الكتاب وبشكل مفصل وهو من منشورات المؤسسه العربيه للدراسات والنشر في بيروت. هناك كتاب انا اعتبره مكمل له ايضا كتبه الاستاذ فريد عبد الخالق وكان جزءا كبيرا من رساله الدكتوراه له اسمه في الفقه السياسي الاسلامي مبادئ دستوريه الشورى والعدل والمساواه وهو من منشورات دار الشروق في مصر. ايضا لمن اراد الاستزاده في هذا الموضوع علاوه على ذلك هناك موقع للدكتور حاكم المطيري على شبكه الانترنت www.drshartahakim.org لمن اراد ايضا ان يتعرف على المزيد من افكاره واجتهاداته الفقهيه وكذلك هناك قضايا سياسيه كثيره موجوده على الموقع القضية قضية بحاجة إلى أكثر من حلقة، القضية فيها أعماق وأبعاد كثيرة جدا وبحاجة إلى نقاش كثير، عشرات الرسائل جاءتني للمشاركة عبر الإنترنت وكثير من المشاهدين أعتذر لهم ممن بقوا على الهاتف ونأمل أن نكون هذا بداية لإثارة هذا الموضوع بشكل أساسي على أساس أن الإسلام والفكر الإسلامي غني بأشياء لسنا أو ليس المسلمون بحاجة إلى استيرادها من دكتور أشكرك شكراً جزيلا علي هذه المشاركه كما اشكركم مشاهدينا الكرام علي حسن متابعتكم في الختام انقل لكم تحياتي فريق البرنامج وهذا احمد منصور يحييكم بلا حدود والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته